لو كنت تحركت ساعدوني ساعدوني. دالا يلا دهنا خطامي، هيا صالح تعالوا الأكل جاهز. يمي يلا جيتي تعالي. ماما شو الغدا اليوم؟ الغدا اليوم رز مع ملوخية. شكرا يا ماما. هاي يا دانا ليش ما فرحتي؟ ماما أريد أكل أندومي. لا يا دانا ما بدهم تاكلين أندومي، كله أندومي ما يصير، لازم تاكلين أكل صحي. ماما بس أنا أريد وأكل. أمي ما تخليني أكل أندومي. بس نفسي أنا أكل أندومي. العصر باكل أندومي. بس أحتاج مساعدة. مين أخته؟ خطامي. لأن هيا وصالح بيخبرون ماما، وحتى أصلاً ما في فايدة أختارهم. يا بناتي أنا طالعة عند الجيران، انتبهوا لأنفسكم ولا تطلعون برا البيت، بس إذا تبون تلعبون برا تقدرون تطلعون في الحوش. يا ماما بس إنتي متى بترجعين؟ تقريبا بقعد عن صديقتي ساعة. ساعة أحسن. يس يلا الحين دانا أنا طالعة سكري الباب ولا تفتحين لأحد، أوكي؟ وأهم شيء إنكم ما تطلعون برا البيت. أوكي يا ماما خذي راحتك هنا، أوكي؟ عادي عادي. يلا مع السلامة يا ماما. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. يلا مع السلامة ماما. ماما راحت. اوكي فاينلي. مع السلامة. يس ماما راحت. فطامي فطامي تعالي ساعديني اسوي الاندومي. شو تبين؟ ما بسوي مال. ماما قالت لا لا لا. ماما قالت لا انا اخاف. فطامي اصل الاندومي 10 مينت، ماما بتجي ساعة. ها شو ماما حتى راحت عند بيت جارتها. لا ما بظل. يا رب ماما ما تكشفني. يا الله ماما جت. وين تخبي؟ ماما هني. الحمد لله دخلت.
لو كنت حركت من يفعل الخطأ من وراء أمه يندم. خليكم في أمان واسمعوا كلامها. أوكي.